يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يصيركم كل جديد انا بعمله. طبعا اليوم راح نسمي الفيديو فيديو الذكريات، فيديو وين تجوزنا انا ومدحت، وين عرفنا بعض، وين حبينا بعض، تمام، وين كنا ساكنين، وين تجوزنا. طبعا هاي الوردات كلهن زرعهن مدحت اكيد. بسم الله ما شاء الله، هذا الورد اللي انتم شايفينه طبعا مدحت هو اللي زرعه. بسم الله ما شاء الله. انا هون عم ارجيكم وين كنا ساكنين انا ومدحت. طبعا بسم الله ما شاء الله، شوفوا المنظر محلاه. طبعا هون كان بيتنا على البحر اكيد، بيطل على البحر. شوف يا مدحت ورداتك ما احلاهن. كل شيء يا مدحت بعده زي ما هو، زي ما تركته بعده. شوف الزنبقات. ما احلى لونهن. بسم الله ما شاء الله. طبعا هون انا عرفت مدحت، وهون حبيت مدحت، هون تجوزنا انا ومدحت. دمع عيوني وانا صور الفيديو، ذكرت الايام الحلوه، ذكرت اللحظات الحلوه اللي عشناها. عن جد ذكريات جميله، ويا ريت بترجع هاي الذكريات. شوفوا لبنان شو حلوة، لبنان مشهورة بالخضار وبالطبيعة بالورود بالجناين. هول الموزات يا مدحت والأشطاط زي ما هن بعدن. طبعا بهاي الفيلا كنا قاعدين، طبعا ما عرفت صور، كان في حفلة في ناس هناك. أنا هون كنت بدي أصوركم بالضبط وين كنا قاعدين، طبعا بس كان في أصحاب البستان عاملين حفلة، كان في ناس كتير ما عرفت اقرب عليهم. طبعا ما كان ينفع اصورك البحر كمان. هون انا طلعت ورايحه على طريق البحر. طبعا هاي الطريق هاي قضينا عليه اجمل سنين عمرنا واجمل ذكرياتنا وطفولتنا كلها تقريبا. طبعا البحر جنبنا، ننزل مشي عليه اكيد. ما شاء الله الهواء هون شو حلو، هواء البحر. اكيد كلكم بتعرفوا الموز كيف يطلع الموز ما شاء الله. هون البحر جاي على طريق بستان. طبعا هون انا قعدت انا ومدحت لما كنا نحب بعض، هون تقابلنا. كل الاماكن هاي قابلنا بعض فيها. طبعا هاي كلها فساتين موز، هو يعني مش شي حلو كتير بس له ذكريات كتير على الطريق وغلى علي كتير. طبعا حبايبي هاي مية نبعة اللي احنا شايفينها، هاي جاي من تحت الارض سبحان الله. شايفينها شو رايقة وحلوة، بس كأنك جايبيتها من الفريزر. شوف البحر وصلنا له. شوف هناك الماما ولاد اخويا واخواتي عم يسبحوا. يا موج خدني معك، يا بحر غرقني، لما محبوب القالي هالساعة تركني. هاي النبعة يا مدحت، هناك يا مدحت كنا نقعد انا وياك.
تقريبا الفيديو دي مخصوص إلك يا حبيبي. شوفوا ما أجمل المنظر. يعني راحة نفسية، فعلا راحة نفسية. أنا زي ما وعدتكم رح صوركم أي مكان أروح عليه رح صوركم فيه. أنا أجمل مكان عندي بالدنيا طبعا هو البحر، كمان عشق البحر. إحنا صغار تربينا عليه، نفس المكان هون كنا نسبح. شوفي يا منون حبيبة قلبي، رنون ما أحلى البحر. أكيد لو قادم السهر معانا كان غنى عبر الشط. يا مدحت هون انت كنت تلعب كرة. عن جد دمعت عيوني والله العظيم، كل لحظة حلوة عشناها تذكرتها هون. طبعا هناك قاعدة ماما، قاعدة أختي ومرت أخويا ولاد أخويا ولاد أخواتي، كمان هاي نبعة، كمان هاي اللي شايفينها هاي جاي من النبعة اللي أنا وريتكم عليها. يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشتقت لكم كثير والله. صار فيني اقولكم باي.